Okey, doktor boleh kita mulakan? Okey, Jol. Sorang ya. Saya buat masa ni saya seorang. Mungkin ada yang on the way, insyaAllah. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa ba'd. Tayyib, nuwasil insyaallah fi syarhi kitab Nuzhatun Nazar lil Hafiz أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي رحمة الله عليه المتوفى سنة 852 للهجرة. نعم، اقرأ أين وصلنا زول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن خف الضبط أي قل يقال خف القوم خفوفا قلوا، والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح فهو الحسن لذاته لا لشيء. يا الصوت غير اتش دي ادى كباسي. اقرأ. فهو الحسن لذاته، فهو الحسن لذاته لا لشيء خارج، وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد، نحو حديث المستور إذا تعددت إذا تعددت مستوري نحو حديث المستور إذا تعددت طرقه وخرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف، وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به، وإن كان دونه ومشابه له في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض. نعم، هنا يكفي. أعلى يكفي. أوكي. طيب، فإن خف الضبط بمعنى اللفظ هنا بمعنى الحفظ، حفظ الراوي. يعني فإن خف الضبط أي قل بمعنى ضبط الخفيف، خفيف الضبط، فهو الحسن لذاته بمعنى، والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح bersama sama syarat-syarat yang dahulu tentang had sahih. Had bermakna ta'rif sahih, wa huwa al-khamsa kama dzakarna, wa huwa ittisal sanad al-adala wa ad-dhabt aw tam ad-dhabt wa adam al-shuzuz wa adam al-illa. إذن الحافظ ابن حجر يقول فإن خف الضبط أي الشروط المتقدمة، سواء بمعنى اتصال السند موجود، العدالة موجودة، وعدم الشذوذ، وأيضا عدم العلة منفية زيادة تتم ضبط السهجة كالذي يكون ضبط مكا إتو دي بانجيل دي سي سي الحافظ ابن حجر حديث حسن لذاته لا لشيء خارج. إذن حسن لذاته مقصودنا حسن لنفسه، لذات السند والمتن، لا لشيء خارج، تيادة بنتوان، تيادة سكونان لين، تيادة إسناد لين، بمعنى سند واحد بحث ودرس وتبين أنه كامل الشروط موجودة، ولكن أحد الرواة
Salah seorang perawi, dia bababnya khaffa. Ya, tak semesti semua ruwa hum khafifud dhabt, laisa kulluhum, laisa lazim. Huna al-hukmu ala al-aqal. Al-hukmu ala al-aqal. Masalan, in kana fil isnad khamsu ruwatin wa ahad minhum fi ahad ruwahu khafifud dhabt والبقية كلهم تام الضبط مع بقية الشروط. إذن هذا يسمى الحسن لذاته. Salah seorang dari perawi-perawi itu dianya has خفيف الضبط. فإذا يطلق عليه هذا حسن لذاته. هذا الإسناد هذا المتن بهذا السند هو حسن لذاته لا لشيء خارج. Tiada sana ada apa sanad yang lain. Wahuwa allazi yakunu husnuhu bisabab al-i'tibad. Nah, dan ini yang kedua. Ini jenis yang kedua. Dia kata hasan li ghairihi. Itu dia kata wahuwa allazi yakunu husnuhu bisabab al-i'tibad. الاعتضاد هو العاضد وهو هنا بمعنى وجود الشواهد والمتابعات. الاعتضاد بمعنى الشواهد والمتابعات بمعنى هناك أسانيد أخرى وجودنا سند لين. جدي بحكم هو حسن لغيره seperti hadis al-mautu al-mastur. Al-mastur عند بعض العلماء هو حديث المجهول الحال. Al-mastur هو حديث المجهول الحال, راوي مجهول الحال بمعنى راوي مستور. فحديث المستور هو حديث ضعيف. نعم, فحديث المجهول هو حديث ضعيف ضعف خفيف إذا تعددت طرقه. دان هذا الحديث هذا السند بهذا وجود المستور وهو حكمه ضعيف وجد له أسانيد أخرى أدانيا إسناد لين. تعددت طرقه, طرق الحديث بمعنى أسانيد الحديث. الحديث الواحد ربما يكون له إسناد, نعم, وربما لا يكون له أسانيد, يا. جدي وجود الأسانيد وهو الشواهد المتابعات وهو فائدته تقوية الحديث. تقوية الحديث وخرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف. نعم, هذا الاحتراز عن باقي الأوصاف يخرج الحديث الضعيف. مثلا اشتراط اتصال الإسناد, إذا لا يوجد في هذا الحديث لم يتصل سنده فهو ضعيف إلى آخره. باقي الشروط الإعلال والشذوذ, هو حديث ضعيف أو في العدالة, نعم, ليس هو ليس راوي عدل, أيضا هو حديث ضعيف. وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به. هذا القسم الحسن لذاته bagian ini dia musyarik. Musyarik makna dia ambil bahagian atau satu level dengan as-sahih fil ihtijaj bihi, untuk berhujjah dengannya. Hadis hasan itu li zatihi, sama dengan hadis sahih li zatihi fil ihtijaj bihi fil amal bihi wal istidlal al ahkam al syar'iyyah wa ghairiha. Wa in kana dunahu, walaupun begitu dia hasan li zati, dia bawah
martabatnya down, bawah dari as-sahih li zatihi. Ya, as-sahih li zatihi martabat al-ula, summa al-hasan li zatihi ya'ti ba'daha. Wa musyabihun lahu, dia hasan li zatihi juga, dia aidan yanqasim ila maratib ba'daha fawqa ba'd. Aidan maratib al-hasan aidan lahu aqsam wa lahu maratib, kama lil hadis as-sahih maratibun. Ya, sambung. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: وبكثرة دروكه يصححه، وإنما نحكم له بالصحة عند تعدد الدروك، لأن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح، ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد إذا تعدد، وهذا حيث ينفرد الوصف. أوكي. في الأعلى. إذن هنا هو يشرح الصحيح لغيره. فبكثرة طرقه يصحح، بمعنى الحديث الحسن لذاته إذا تعددت طرقه يصبح صحيح لغيره. لذلك في تعريف الحديث الصحيح لغيره في كتب المصطلح ويقول: هو الحديث الحسن لذاته وتعددت طرقه، أو وله أسانيد أخرى مثله أو أقوى منه. نعم، إذن يصحح بمعنى يكون أقوى لكثرة الطرق. وإنما نحكم له بالصحة عند تعدد الطرق. ابن حجر kata kita memberi grade ini hadis sahih atas hadis yang hasan lizatihi kerana apabila ta'addud at-turuq, bila ada asanid yang banyak, yang berbagai, bukan satu. Jadi hasan lizatihi ditambah dengan isnad yang kedua hasan lizatihi, mungkin ada isnad yang ketiga hasan lizatihi, hadha huwa ta'addud at-turuq. Maka nahkum ala hadha al-hadith bil majmu', dalam keseluruhan hadis ini dengan sanad yang pertama, yang kedua, yang ketiga dan seterusnya, ada hadis sahih li ghairihi. Nah, kerana as-surah al-majmu'ah, kerana satu hadis dari segi keseluruhan, quwwatun tujbiru, dia ada power, dia ada kekuatan sendiri yang tajburul qadr alladhi qasura bihi dhabt rawi al-hasan an rawi as-sahih. Untuk keseluruhan ini boleh memberi kekuatan yang tajbur mana menampung kekurangan yang ada pada dhabt rawi hadis al-hasan li zatihi yang pertama. Nah, yang pertama yang ada hadis hasan li zatihi kerana salah seorang khafiful dhabt, tetapi kekurangan ini khafiful dhabt bila adanya isnad-isnad yang lain yang kekuatannya sama hasan li zatihi, itu akan menampung kekurangan yang ada pada dhabt isnad yang pertama, pada rawi pertama. Wa min thumma tutliqu as-sihh 'ala al-isnad alladhi yakunu hasan li zatihi. Dan gitulah kita boleh panggil as-sihhah, hadis sahih atas isnad yang adanya hasan li zatihi law ta'addada, kalau ada isnad-isnad yang lain. Naam, wa hadha hina yanfaridul wasf. Naam. Baik, seterusnya. Assalamualaikum. Qala al-mu'allif rahimahullah:
فإن جمع أي صحيح والحسن في وصف واحد كقول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح، فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها، وهذا حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية. وعرف بهذا جواب من استشكل الجمع بين الوصفين فقال الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بين الوصفين إثبات لذلك القصور ونفيه. ومحصل الجواب أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد ألا يصفه بأحد الوصفين، فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم، صحيح باعتبار وصفه عند قوم، وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح، وهذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح، لأن الجزم أقوى من التردد، وهذا حيث التفرد. وإلا إذا لم يحصل التفرد فإطلاق الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار إسنادين، أحدهما صحيح والآخر حسن. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط إذا كان فردا، لأن كثرة الطرق تقوي لأن نعم. كثرة الطرق تقوي. نعم أب يكفي أب في الأعلى. نعم إذن هنا شرح قول بعض العلماء هذا حديث حسن صحيح، وهذا يعني موجود عند الإمام الترمذي رحمه الله في سننه، قال فإن جمع أي الصحيح والحسن في وصف واحد dalam satu hadis dikatakan sahihun hasan atau hasanun sahih kaqawli at-tirmidhi wa ghayruhu min al-ulama hadisun hasanun sahih falittaraddudi, maka itu al-hasil min al-mujtahid fi an-naqil, itu ijtihad ijtihad dari ulama dalam menhukum fi atas an-naqil. An-naqil huwa ar-rawi. هل اجتمعت أو في الحديث أو هل اجتمعت في الناقل هذا شروط الصحة أو قصر عنها، وهذا حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية. التفرد معنى حديث إني داتانيا dalam satu إسناد، itu معنى التفرد. jadi bila kata حسن صحيح asalnya حسن أو صحيح، هو اجتهد المحدث في الحكم على أحد الرواة هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها. يعني نقول هو الضبط هنا مثلا الضبط كده فوكس بعد صفة الضبط، هل هذا الراوي يعني إذا كان هو تام الضبط فهذا حديث صحيح، أو ضبطه خفيف التاو ضبطنا خفيف maka itu dipanggil hadis hasan. jadi hadis ini datanya dalam satu isnad, kemudian al ulama ijtahadu fataraddadu fil hukmi ala ahd ar ruwa, adakah ضبطnya sempurna tam al dhabt maka hadisnya sahih, atau dhabt perawi ini dia tak sempurna laysa tamad dhabt huwa khafif ad dhabt maka hadisnya dipanggil hadisun hasan. jadi
بلا كذا حديث حسن صحيح، فلهذا اختلاف المجتهد في الحكم على أحد الرواة هل هو تام الضبط أو خفيف الضبط. وعرف بذلك جواب استشكال، dan ini jawapan untuk siapa yang istishkala، makna dia memberi soal soalan yang kenapa satu hadis dipanggil hasan dan sahih. Kenapa himpun dua sifat ini dalam satu hadis? Kerana dia kata hasan itu dia bawah dari sahih. Tak boleh kita dia kata tak boleh kita kata hadis ini sahih dan hasan, mesti salah satu. Sama ada hasan atau sahih. Kerana hadis hasan itu qasir. Makna tak setimpal, tak satu taraf, satu level dengan hadis sahih. Jadi dia kata fa fil wasf baina fa fil jam' baina al wasfaini isbatun li dhalika al qusur wa nafyuhu. Kalau kita kita kata ini hadis hasan dan sahih, jadi kita keliru. Kerana kita menisbatkan bila kata hadis hasan, makna salah seorang perawi khafiful dhabt, dan kita kata sahih dan hadis itu semuanya tam dhabt. Bagaimana kita nak kumpul dua-dua sifat ini dalam satu hadis? Itu jawapannya. Makna asalnya wa mahsul jawab. Hasil jawab itu bahawa anna taraddud aimatul hadis. Taraddud makna syak, makna ijtihad berbeza dalam hal naqilihi, dalam menghukum salah seorang perawinya adakah dia tamud dhab atau khafiful dhab. Ijtihad aimatul hadis. Jadi fayuqalu fihi hasanun bi'atibar wasfihi 'inda qaum, maka hadis ini diberi sifat hasan berdasarkan salah seorang perawinya khafiful dhabt di sisi 'inda qaumin, di sisi ulama tertentu, ulama A, dan sahihun, dan hadis ini sahih bi'atibar wasfihi kerana anda qawmin di sisi ulama B, dia menhukum perawi-perawi ini semua tamadab, maka dia kata hadis ini sahih. Jadi itu ikhtilaf ulama hadis, ijtihaduhum ala al-hukm ala ahdi ruwah hal huwa tamadab atau khafifadab. علماء A يقول هو حسن الضبط خفيف الضبط إذن حديثه حسن، وعلماء B يقول هذا الراوي تام الضبط ضبطnya sempurna cukup قوي الضبط maka hadisnya sahih. Maka itulah حسن صحيح باختلاف اجتهاد علماء الحديث في الحكم على الرواة ناقل الحديث هل هو خفيف الضبط أو تام الضبط. وغاية ما في أن حذف منه حرف التردد. Jadi asalnya semuanya kerana macam dibuang حرف التردد itu. Asalnya dikata هذا حديث حسن di sisi kaum A yang mengatakan si fulan huwa khafiful dhab, au sahih di sisi ulama B yang mengatakan itu fulan huwa tamud dhab. Ijtihad ulama. Wa hadza kama hudhifa harful 'athf alladhi ba'dahu. Baca ni satu 142 apa maksudnya? Iqra. Al-maqsud بالذي بعده هو ما كلا فيه حسن صحيح باعتبار إسنادين، فهو بمعنى قول حسن وصحيح، لكن حذف منه حرف العطف الواو،
وهذا هو ما عناه المؤلف بقوله بعد هذا وإلا إذا لم يحصل. وقد جاءت هنا في الأصل حاشية نصها لعله أراد بالذي بعده الغريب، حيث يقول كثيرا حسن صحيح غريب، والتقدير وغريب فحذا حرف العطف وهو الواو، فالضمير في بعده عائد إلى ما ذكر من الجمع بين الوصفين. فتأمل. قلت والكلام واضح من ألفاظ المؤلف، فليس هو في حاجة إلى هذا التكلف في التفسير. فليس هو في حاجة إلى هذا التكلف في التفسير. نعم، إذا ما بعده هو هذا الذي يأتي الذي شرح حسن صحيح. حسن صحيح هذا دون ما قيل فيه صحيح أسفل، لأن هذا هو التردد. إذا جاء Jakarta di sini martabat ulama yang mengatakan ab sikit lagi ha wa ala hadza, maka di sini apa yang dikatakan hadisnya itu hasan sahih duna ma qila fihi sahih, martabatnya di bawah yang mengatakan dia hadis sahih, kerana ada hadis yang mengatakan hadisun sahih. Hadis yang kedua dikatakan hukumnya hadisun hasanun sahih. Maka mana martabat yang atas? Zul. Martabat yang mengatakan hadis sahih yang satu kalimah. Sebab ini tafarrud. Makna satu isnad. Kerana hadis yang pertama, hadis A, ulama bersetuju mengatakan hukum hadis ini hadis sahih. Kemudian hadis yang kedua, hadis ulama kata ini hadisun hasanun sahih. Maksudnya hadis hasanun au sahih. Faham tak? Hadisun hasanun au sahih. Ini lebih rendah martabatnya dari perkataan ulama hadisun sahih, kerana hadis sahih semua setuju. Hadza as-sanad huffazuhu aw ruwatuhu tam ad-dhabt, semuanya hafaznya sempurna. Faham? Faham Zul? Faham. Tapi isnad yang mengatakan dia hasanun sahih ini berbeza pendapat. Ada ulama kata hasanun kerana fulan rawi dia khafiful dhabt, tapi ada ulama yang kata dia sahih. Jadi di sini hasanun sahih dia martabatnya lebih rendah dari hukum ulama yang katakan hadisun sahih sahaja. Okey, hadha min haythu tafarrud, ini yang hadis yang syarahannya, yang gambarannya, yang bentuknya, yang datang dalam satu isnad sahaja. Satu isnad. Faham? Ada jelas? Dia satu isnad. Jadi hukumnya ada ulama mengatakan hadza hadisun hasanun sahih. Ada hadis yang kedua, isnad yang satu juga, ulama katakannya hadza hadisun sahih. Bandingkan antara dua kata ini, apa martabat yang lebih tinggi? Ulama kata martabat yang lebih tinggi hadis yang katakan hadisun sahih sahaja. Kerana itu sepakat ulama semua. Hadza ruwahum kullum tamaddab. Ya. Tapi isnad yang pertama ada pendapat yang berbeza, ada yang kata hasanun, ada yang kata sahih. Dan ini yang menjatuhkan dia jadi martabat kedua. Faham eh? Wadih. Ini satu isnad. Lepas tu di has yang dia kata sini, yang dikatakan hasanun sahih bi'atibar isnadain. Nah, ini bentuk yang kedua.
bentuk pertama atau bahagian pertama yang hasan sahih, yang satu isnad tafarrud. Nau' tsani yang ulama katakan hasan sahih tetapi ada dua isnad. Maka dua isnad itu maksudnya hasanun wa sahih. Faham tak? Waw itu dibuang. Ha. Jadi hasanun dengan satu isnad, isnad A, dan sahih dengan isnad B. Jadi satu hadis adanya dua isnad. Isnad pertama hukumnya hasan kerana salah seorang perawi dia khafiful dhab, dan isnad yang kedua hukumnya sahih. Ah, ha? Contohnya datangnya dalam Sahih Bukhari isnad yang kedua ni, semua perawi adlun tamud dhab, adlun tamud dhab semuanya. Maka itu hadis sahih. Tapi isnad yang pertama hasan, mungkin dalam Sunan Tirmizi contoh salah seorang perawi dia khafiful dhab, izan hukumnya hasan. Dan ini hadis dipanggil hasanun sahih. Asalnya hasanun wa sahih kerana dia ada dua isnad. Wadih? Jelas? Jelas. Okey. Jadi bila dikatakan hasanun sahih, kamu bagi gambaran sama ada hadis ini yang katakan hasan sahih ada dalam bentuk satu sanad dan tafsirnya begitu, hasanun au sahih. Bahagian kedua bagi tafsiran ada dua isnad. Maksudnya hasanun sahih asalnya hasanun wa sahih. Jadi yang dalam bahagian pertama hasanun au sahih, dia buang au. Terus hasanun sahih. Dalam bahagian kedua hasanun wa sahih, dia buang waw. Jadi hasanun sahih beriktibar isnadain. Bentuk yang pertama satu isnad, bentuk yang kedua dua isnad. Clear? Wadah? Wadah insyaAllah? Wadah insyaAllah. Okey. أكمل. نعم إني مقصودنا بسري وإذا لم يحصل التفرد بإطلاق الوصفين معنا الحديث يكون باعتبار إسنادين دو إسناد ثلاثة صحيح دان إسناد يكدو حسن مكة فما قيل حسن صحيح فوق ما قيل في صحيح فقط دان بنتو ينكدو ينأددو إسناد ين mengatakan hasanun sahih, dia lebih tinggi martabatnya dari hadis yang dipanggil hadis sahih sahaja. Ha, kerana hadis sahih sahaja itu satu fard, satu sanad. Tetapi yang katakan hasanun sahih, dia ada dua sanad. Maka dua sanad itu dia lebih tinggi dalam satu sanad. Okey, wadih? Wadih. Ah. Ustaz ulang semula. Hasanun sahih dalam bentuk pertama yang satu isnad. Kataan sahih itu martabat pertama. Perkataan hasanun sahih itu datang martabat yang kedua. Itu dalam bentuk satu isnad. Kerana asalnya hasanun au sahih. Dalam bentuk yang kedua, gambaran yang kedua, kalau hadis itu datangnya dalam dua isnad, jadi kedudukannya hasanun sahih tempat yang atas yang pertama kerana hasanun wa sahih dua isnad. Kemudian di bawahnya martabat yang dikatakan sahih sahaja kerana satu isnad. Kerana dia kata di annaka siratul turuq tuqawi. Wadih? هذه إن شاء الله. نعم. تروسكان. فإن قيل. أحسن الله إليكم.
قال المؤلف رحمه الله: فإن قيل قد صرح الترمذي بأن الشرط الحسن أن يروى من غير والحسن وجه. بأن شرط الحسن بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه، فكيف يقول في بعض الأحاديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ فالجواب أن الترمذي لم يعرف الحسن مطلقا، حسنا وإنما لا حسن الحسن أن الترمذي لم يعرف الحسن اوكي لم يعرف الحسن مطلقا، وإنما عرف نوعا خاصا منه وقع في كتابه، وهو ما يقول فيه حسن من غير صفة أخرى، وذلك أنه يقول في بعض الأحاديث حسن، وفي بعضها صحيح، وفي بعضها غريب، وفي بعضها حسن صحيح، وفي بعضها حسن غريب، وفي بعضها صحيح غريب، وفي بعضها حسن صحيح غريب، وتعرفه إنما وقع على الأول فقط، وعبارته تشهد. ما هو الأول فقط؟ أعلى أب أب ما هو الأعلى؟ حسن أوكي أكمل أحسن الله إليكم. قال المؤلف: وتعرفه إنما وقع على الأول فقط، وعبارته تشهد إلى ذلك، حيث قال في آخر كتابه: وما كنا في كتابنا حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، وكل حديث يروى لا يكون راويه متهما بكذب، ويروى من غير وجه نحو ذلك، ولا يكون شاذا فهو عندنا حديث شاذا ولا يكون شاذا فهو عندنا حديث حسن. فعرف بهذا أنه إنما عرف الذي يقول فيه حسن فقد، أما ما فقط يقول فقد الذي يقول فيه حسن فقد أما ما يقول فيه حسن صحيح أو حسن غريب أو حسن صحيح غريب، فلم يعرج على تعريفه كما لم يعرج على فلم يعرج على تعريفه تعريفه كما لم يعرج على تعريف ما على تعريف ما يقول فيه صحيح فقد أو غريب فقد، وكأنه ترك ذلك استغناء لشهرته عند أهل الفن، واقتصر على تعريف ما يقول فيه كتابه حسن فقط، إما لغموضه وإما لأنه اصطلاح جديد، ولذلك قيده بقوله عندنا، ولم ينسبه إلى أهل الحديث كما فعل الخطابي. وبهذا التقرير يندفع كثير من الإيرادات التي طال البحث فيها، ولم يسفر وجه توجيهها، فلله الحمد على ما ألهم وعلم. نعم نعم أيضا هذا يقول الحسن تعريف الحسن عند الإمام الترمذي قال أن الحديث أن الترمذي شرط الحسن أن يروى من غير وجه يعني من غير طريق بمعنى له أكثر من إسناد أكثر من إسناد ليس إسناد واحد، فهذا تعريف الترمذي الحسن عنده. وهناك السؤال: فكيف يقول في بعض الحديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ بمعنى حسن الذي استشكل يقول الترمذي يقول حسن غريب في الترمذي dalam تعريف الحديث الحسن dia kata mesti dia meriwayatkan dari lebih dari satu isnad. Macam mana dia menghukum في بعض الأحاديث يقول حسن غريب dan kita tahu حسن tu maksudnya di sisi Tirmidhi dia kata mesti dia riwayatkan lebih dari satu isnad, dan gharib kita seperti kita sedia tahu bahawa hadithun gharib mana isnad satu la na'rifu illa min hadha alwajh. Dia tambah lagi
لا نعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه، أي من هذا الإسناد، إسناد ساتو يا. Macam mana dia kata Hasan? Itu makna bertentangan. Hadha iskal. Maka dia kata al-jawab anna Tirmizi lam ya'rif al-Hasan mutlaqan wa innama 'arrafa naw'an khassan minhu waqa fi kitabih. Tirmizi dia tidak mentafsirkan hadis Hasan secara keseluruhan, secara mutlak. Kerana ta'rif Hasan ni يقول في كتابنا معنى دي كتاب سايا السنن الحسن بلا سايا تكاب حديث حسن itu maksudnya mesti يروى من غير وجه tetapi kalau ditambah dengan lain حسن غريب itu bukan maksud حسن ini diriwayatkan lebih wajib mesti lebih dari satu isnad itu yang kata فهو ما يقول في حسن من غير صفة أخرى. Tak ada sifat lain, tak campur dengan lain. Bila kata hadis Hasan sahaja, itulah maksudnya mesti an yurwa min ghairi wajhin. Okay, down. Liannahu fi ba'd al-hadith yaqul Hasan wa fi ba'dha sahih wa fi ba'dha gharib wa fi ba'dha Hasan sahih wa fi ba'dha Hasan gharib. Yani ahkam kathira. منها ما هي متفردة حسن صحيح غريب ومنها ما هي متركبة حسن صحيح حسن غريب صحيح غريب حسن صحيح غريب إذن هذا إشكال يعني جواب الإمام الإمام ابن حجر يقول كأن لو حسن سهجة كلمة واحدة itu maksudnya dalam kitab Tirmizi an yurwa lahu min ghairi wajhin. Tetapi dalam dua kalimah hasan gharib itu bukan maksudnya hasan itu yang ditafsirkan oleh Imam Tirmizi bahawa mesti ada isnad yang lain. Kerana yang dimaksudnya hasan yang diriwayatkan beberapa isnad itu yang hasan sahaja satu kalimah. Okay, down. Nah. Lagi. Nah. Izan. Fa'urifa bihaza. Maka, bila diterangkan semula, dia kata, dengan ini, sudah diketahui ya. Annama arrafa alladhi yaqul fihi hasanun faqad. Satu kalimah sahaja. Amma ma yaqul fi hasanun sahih, hasanun gharib, hasan yang dicampur dengan perkataan lain itu dia terang, dia tak syarahkan apa maksud dengan hasan dalam kalau dia gabung dengan kalimah yang lain. Kama lam yu'arrij ala ta'rif ma yaqul fihi sahih faqat, dan dia Tirmizi juga tidak mentakrifkan dinifasi ma ta'rif hadis has sahih sahaja atau gharib sahaja. Mungkin dia tafsirkan sahaja hadis hasan sahaja kerana yakni ghumudihi, kerana itu tidak jelas. Kalimah hasan sahaja tidak jelas. Mungkin kalimah yang lain sahih faqat atau gharibu faqat mungkin itu jelas, jadi dia tidak tafsirkan kalimah sahih dan gharib, dan dia tafsirkan sahaja kalimah hasan kerana itu perlu penjelasan kerana li ghumudihi wa imma li annahu istilahun jadid. Mungkin itu perkataan baru, istilah baru, atau di sisinya dia itu dia kata indana wa lam yunsibu ila ahli hadis, dan dia ta'rif al-hasan ini bukan ta'rifan hasan di sisi ulama lain, itu di sisi dia Imam Tirmizi. Kama fa'al al-Khattabi, Imam Khattabi dia ada ta'rifan lain hadis al-Hasan. Mungkin itu dia nisbahkan kepada ulama hadis, tapi Imam Tirmizi tak buat macam tu. Dia ta'rifkan Imam hadis al-Hasan, dia kata indana di sisi dia sahaja. Okey. Itu wahad taqrir, penjelasan ini dia kata insya-Allah, yani kasir min al-iradat, kasir min al-as'ilah, istishkalat
yang panjang banyak soalan akan dengan penjelasan ini akan di apa ditaudihkan, akan dihuraikan, akan diberi penjelasan yang yang jelas insyaallah dengan huraian yang dia buat ni Imam Al-Hafiz Ibn Hajar. Okey, kita berhenti sini. Ustaz ada apa tu? Meeting insyaallah selepas ini. Terima kasih Zul, terima kasih Siti Nur Sara binti Hamdani. Terima kasih Khairul Hussein. Jazakumullah khairan. Okey, kita jumpa minggu depan. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.